نظمت وزارة التنميه الاجتماعيه لقاء بحضور وزيره التنميه الاجتماعيه وفاء بني مصطفى ووزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني لبحث اطلاق الحمله الاعلاميه لقطاع الحمايه الاجتماعيه اليوم بهمنا معاليك بصوره اساسيه ان نتوافق وناخذ منكم كبيت خبره في موضوع الاتصال والتواصل والاعلام كيف يمكن لنا أن نطور أفضل خطة لهذا الموضوع بصورة أساسية؟ وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أكدت على أهمية تعزيز آليات الاتصال والتواصل فضلا عن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الاتصال الحكومي من أجل المضي قدما في خطة تطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. معاليك، اليوم إحنا واحدة من أهم الأشياء التي تعهدت بها الحكومة السابقة وبقيت على ذات العهد الحكومة الحالية هي تحديث الاستراتيجيه الوطنيه الخاصه بالحمايه الاجتماعيه ومواءمتها مع رؤى التحديث الثلاث الاقتصادي والاداري والسياسي وكذلك كان في لدينا تعهد بان نطلق الخطه التنفيذيه والاحتياجات الماليه مترافقة مع الخطة التنفيذية بالإضافة إلى ذلك الاستراتيجية الخاصة بالاتصال والتواصل في قطاع الحماية الاجتماعية ومسألة رفع الوعي الاجتماعي والمجتمعي بقطاع الحمايه الاجتماعيه وبنوعيه الخدمات اللي بتقدمها الحكومه في الجانب الاجتماعي. معاليك احنا يمكن الجانب اللي بتعلق بمعاليكم وبالوزاره بوزارتكم هو الامر المتعلق بهذه الاستراتيجيه او خطه الاتصال والتواصل. الخاصة بقطاع الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي. وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أشاد بدور وزارة التنمية الاجتماعية وعملها الدؤوب في خدمة المجتمع مثمنا الشراكة القائمة بين الجهتين. واوضح المومني ان الشراكه تهدف الى توحيد الجهود وتوظيف القدرات والخبرات لتطبيق الخطه الخاصه بحمله الحمايه الاجتماعيه المطلوب ثلاث اشياء اللي هي خطه اتصاليه خطه اعلاميه وتدريب الاعلاميين نعم وبالثلاث واضح انكم قاطعين شوط كويس واحنا معكم فيها كلها الخطه الاتصاليه اللي موجوده انا انطباعي الاول عنها كويس خلينا نشوفها ممكن نعطيكم اقتراحات أكثر أنا والفريق عليها وهون بحكي شغلة مهمة ورجاء أن تفهموني فيها صح بهذا المجال اللي احنا نشتغل فيه الممارسات الفضلة حكما يجب أن تكون محلية نماذج النجاح في دول أخرى لن تنطبق على الحالة الأردنية صح. في الخصوصية الاجتماعية بالذات بجوز يزبط بالموضوع الاقتصادي بجوز يزبط بالموضوع المالي الإداري في ممارسات فضلة في الموضوع الاجتماعي لازم يكون أساسه محلي وتطبيقه محلي هاي خلوها في بالكم يعني آخر إشي منحب نشوفه وأنا متأكد ما عليها بتأيدني لأنها أصلا نائبة سابقة وسياسية ما بدنا فريق إعلاميين يروح يشوف ممارسات فضلة في, في أماكن أخرى كما استعرض الشركاء خلال اللقاء مراحل تطبيق الحملة مشيرين إلى أهمية بناء الثقة الكاملة بالخدمات المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية وزيادة الوعي المجتمعي بمفهوم الحماية الاجتماعية إذاعات المحلية هل معظم المحافظات فيها إذاعات محلية هدول بيجوا بالعكس هذا حدث بالنسبة لهم بيجوا بغطوا بيتابعوه بشكل كويس حتى لو ما تغطى على المستوى الوطني على المحلي وأنا بعتقد قسم كبير منه راح يتغطى على المستوى المحلي ومن هون الشركاء تبعونكم كويسين في اثنين غايبين واحد فيهم حاضر معنا اليوم الحقيقه الدوليه صحيح انا انتبهت عشان يكون من الشركاء بالمناسبه الحقيقه الدوليه لها حضور بالمحافظات قوي جدا مره اخرى بشكرك وانا بعرف تماما حجم الجهد اللي مطلوب وبعرف قديش كل جهد وطاقه الدوله خلف هذه الاستراتيجيه وبصراحة التفكير أنه نعملها شيء كبير شيء ضخم للأسباب اللي ذكرتها في البداية لذلك إحنا معكم ستي في كل طاقتنا وبكوادرنا ونتواصل إن شاء الله بشكل مستمر بكل تفصيلة من التفصيلات شكرا ستي